بوجه تحية لكل انضموا لنا هلا بفقرة كرافت حتى نستكمل اللي بلشناه من اسبوعين حول كيفية هيك خياطة الكروشيه مثل ما بنقال مع جوسلين كيرانا اللي هي متخصصة بهذا الموضوع. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي. وطبعا زميلات اليوم ليا واليان رح يشاركونا بالعمل اليدوي لحتى نشوف قديش مهم فعلا انه نشتغل الاعمال اليدوية ببيوتنا. مزبوط. هيك من ميلة بنقدر نعبي وقتنا بالاشياء اللي عم بتفيده انتاجية، ومن ثاني ميلة كمان بكون عم نصنع شيء كتير حلو مثل ما شايفين كمان قدامنا. خبرينا جوستين اليوم شو رح نعمل؟ اليوم بدنا نبلش بأول درس. نعم. إذا بدنا نقول دورة حيكون أول درس اليوم. نعم، شو هو الدرس الأول بكون؟ أول شيء بدنا نعرف كيف نمسك السنارة. نعم. وكيف نعمل أول قطبة يلي هي بيقولوا لها السنسال. وبدي أعلم للي ما بيعرفوا كل خيط أي سنارة بده، أي رقم بده. حلو. وكل خيط شو ممكن نعمل منه. يعني هذه السنارة اللي عطيتيني اياها هذه شو بدها؟ محطوط 3.0 ملي اللي معك فينا نشتغل بهيدا الخيط. اها. يلي هو الصوف يلي بنعمل منه التياب والشالات. نعم. اوكي. هلا نحن مش انه بس متخصصة للكروشيه، هيدي فيكي تعملي قصص بالصوف كل شيء كروشيه، بس كل خيط فيك تستفيدي منه بشيء معين. نعم. يعني عندنا مثلا هيدا الخيط بنشتغل فيه من 2.5 رقم انت ونازله للواحد. او 0.0. هيدا لازم الشوكولا. حلو. او وجه الطاولات الناعمه. بيرجع عندنا الخيط التخين يلي يعني بنشتغله بهيدي السناره. كمان سناره تخين. هيدا بنعمل منه سجاد، ممكن ساكيت، حرمات. حلو. ليا بعرفك انت ضليعه بهذا الموضوع، شو ما قصد ضليعه، بس يلي لفت لي نظري بالشيء اللي جايبته جوسلين، اول شيء تحيه لاهالي حتشيت ولشمال لبنان. ميرسي خيرا. هدول القنين اللي شفتهم على الطاوله كثير مهمين لعليهم هيدا الجوت، يعني هدول الحبال الجوت هدول كثير مهمين اليوم. هذا كانوا بالديكور. هدول القصص هدول بنشغل عليهم كمان بطريقه كمثل كان عم نعمل حياكه الصوف. البريق المي اليوم بنشوفها بالضيع التراثيه والبيوت التراثيه كثير بيستخدموا هدول كريستين، يعني بيعملوا صحيح طبقه بحطوهم من فوق بسكروها كله بالصوف وبهالامور هيدي. ماني ضليعه كثير بس ولكن بخلص حالي شوي اشوف كيف فيني خيط لي شيء كان زي. يلا خلينا نبلش مع جوسلين. شو لازم نعمل؟ هيدي السناره بايدينا انا انت لازم نتعلم. عم تعطينا اول درس اليوم. انت معك رقم 3؟ 3 انا فيني اعطيكي هيدا الخيط. اها تفضلي. يلا انا 3.5 فينا نزهر هيدا شغلي. انت 3 انا ما بعرف 2.5 فينا نعطيك هيدا. انا ما بعرف امسك السناره. يلا لما تعلمي. انا الطالب هلا بايد الشمال ولا اليمين السناره بتكون؟ حسب كل انسان. انا بدي اشتغل بالخيط التخين. نعم. حتى يبين للمشاهدين اول باليمين كيف بنشتغل. يلا شو اول خطوه؟ هلا في كذا طريقه تناخد اول قطبه، بس انا دائما ببرم على الهين يعني مشان ما اعذب. جوسلين القطبه نفسها فيك تستعمليها على كل القطع؟ لا هي زيتها بس حسب شو بتغيري مثل ما بيقولوا الغرزه يعني. كل قطبه شيء. اوكي. تطلعي الموديل اللي انت بدك اياه. طبعا يعني انا ممكن من قطبتين ثلاثه طلع زهره. ايه عرفتي كيف؟ بصير مع انا هدول شاطره فيهم الكريبون. هلا بدنا نعمل هيك. ايه يعني بنلف على الاصبع. ايه على هيدا الاصبع. ايه فيكي. ايه مظبوط. هلا هني في كذا طريقه بس انا عم جرب نعطي الطريقه الهينه. ايه بنمسك السناره هيك الشمال. هيدي بيقولوا لها طريقه الملعقه او اوكي لكن عم يعني كانك ماسكه ملعقه. اوكي. بنبرمها هيك تيصير عنا لقطين الخيط هيك. يعني اوكي برمناها. اوكي. هيدي القطبه اللي هي اساس الكروشيه للي بحبوا يتعلموا. بدنا ناخذ الخيط هيك. هلا انا ما بعرف كثير على الهدا بس انه صفا. ايه هيك يعني هي بتطلع. ايه مثل كانه شعر مجدلتي. هيك صعبه هيدي. هيدي كثير بنتبه. اصعب قطبه بلشنا باصعب قطبه. لا هيدي اهين قطبه. هيك متخصصة. أوكي. انت جوسلين متخصصة. اوكي مشي حالي انا شوي.
لا بده يطلع معي كانك هيك عامله شكلي. لا ما بعرف كيف. هلا فيني اعلمك اياها باصبعك اذا بدك. تطلع هيك بالاصبع؟ تطلع نفس الشيء. خلينا نبلش بلا السناره. اوكي هيدا الاصبع هيك. نعمل اول لفه بس تنمسك الخيط. ايه بتعملي هيك بتلفي لفه على اصبعك. اوكي بتجيبي اول واحد بصير تطلعي هيدا على هيك وبتطلعي هيك. نحن وصغار كانوا يعلمونا اياها بالمدرسه. بعتقد انا ما راح اكون عندي مستقبل زاهر بهالموضوع. ايه بيطلع نفس نفس الجدل اللي بتطلع معك بالسناره. بعتقد نجحت ليا معنا هي بتكفي. نجحت بس بشغله وحده انه عرفت اعمل جدل بس. يلا بدك بلشي بالسناره. يلا ايه هيدي القطبة اللي هي اساس الكروشيه يعني ببلشوا باول دوره. اول الدوره بتكون هيدي هي القطبة للي حابين يتعلموا. لانه في كتير ناس ناطرين حاملين السنانير والخيطان. هلا في ناس من المشاهدين عم بيشوفونا وحاملين السنانير والخيطان ناطرين. طيب بعتقد انا طلع معي شيء ما بعرف. بيجي لعندك؟ لا خليكي محلي. اوكي هيك بيكون عنا طلع. ليكي كيف بتفوتيها وبتطلعيها؟ ايه شفتي بتاخدي الخيط هيك من تحت وترجعي تعملي هيك. في رشاقة. انا مبين شو الفرق بين هدول الخيطان والخيطان الناعمين اللي بيعملوا كروشيه للوجه الطاولات؟ ماشي بيفرق رقم السنارة بس مشان هيك جربت اوضح كل خيط اي رقم سناره بده. هلا كل ما صارت رفيعه السناره كل ما صار اصعب صار اصعب الشغل بياخذ وقت اكثر. معناتها انت اهون سناره اخي. ايه بس انا جربت اعمل هيك تيوضح على الكاميرا طبعًا. شو عم بعمل. حلو. هلا هيدا الخيط مثل ما قلنا بنعمل منه سجاد او سكات او بوكسات وهيك. حلو. طيب نحن المشاهدين اليوم بأول درس شو منقل لهم جوستين؟ شو عملنا؟ هيدا عقدة شو؟ هيدا أول قطبة سنسال. يعني أي شغلة بدك تبلشي فيها بالكروشيه بدك تبلشي بهيدي القطبة. خلينا نرجع نعملها على رواق قدامهم بدون ما نحن نلهي الناس بس. أوكي. لعندك لنشوف نفرج الناس كيف معقولة أول قطبة بتنعمل. أوكي هلا مثل ما قلت في كذا طريقة تناخد أول قطبة لأنه صحيح. أول قطبة هي الأساس تتكون القطعة متكر مع الناس. صحيح. بس أنا مثل ما قلت ببري مع الهين بدنا ناخد السنارة هيك نبرمها. أوكي هيك بناخد معنا ومنفوت السنارة من تحت مش من فوق. من تحت وبناخد اول قطبه. أوكي. يعني كل ما كانت السناره عندها حجم معين بيتناسب معها خيط معين. والقطبه الاساسيه اللي هي لازم كل شخص يبلش فيها لحتى يبتدي عمله بهذا المجال بده يبلش فيه بالكروشيه بدها تبلش بهيدي القطبه. نعم خلينا نرجع نستعيد هيك شوي نحن وياك. شو اسمها اول شيء هالقطبه؟ السنسال. اسمها قطبه السنسال. خلينا نتفرج نحن وياك كيف معقولة نعمل أول شيء برمتين. أوكي بدنا نعمل برمة. أوكي بنرجع بناخد بنمسك السنارة كأنه مسكين بس تعمل البرمة بترجعي بتبرميها من تحت كأنه حتى تعلق تتمسك. صحيح مشان ما يكرر الشغل. أوكي بناخد من تحت. إيه هلا كل إنسان بيمسك على هوا ما بحب. نعم وبناخد أول قطبة من تحت ومنفوتها. إيه هيك. أوكي. بيطلع عنا هيدا اول سنسال. يعني اي شيء مثل ما قلنا بده يبلش هيك. هلا بالدرس الثاني بنتعلم قطبة الحشوة يلي هي بنعبي الشغل تنكمل بقلب هالقطبة بتعبي من جوا. مزبوط. شو يا ليا حفظتي؟ راح على البيت اول درس بنسمع لك ال بالدرس راح اليان اليان بدك تسمعينا. انا مش موجوده هون اليوم. معنا انت اكثر ناس متخصصين بهالقضايا هيدا لما متخصصه بقضايا الفنون التشكيليه بس مش بالاشياء اللي لا كثير حلو بس انا بقول يا ريت اليوم في اهتمام بهيدي الحرف هيك اللي بتتعلق بحياكه القصص الكروشيه وزينه الطاولات خفت هيدي العادات والتقاليد القديمه. مزبوط يعني هلا عم نفتش على الاسهل ونشتري تليفونات وهيك. ايه بس لا حتى لو اشتريتي شيء جاهز مش مثل ما يكون بالايد. اول شيء بتعملي اللون اللي انت بدك اياه والقطبه اللي بدك اياها. صح. جوستين عم تفعلي هذا الشيء بالشمال؟ يعني في ستات عم بتعلميهم لحتى يشتغلوا؟ ايه في
ضروري هيك بنميلي بيقدروا. بس ما كتير مثل ما حكينا قبل انه صارت الناس مهتمه بالتليفونات اكثر بال كل شيء ارتفيشال. اي تضيع الوقت بطريقه ثانيه. اي صح. كيف بنقدر نميز شغل الايد عن شغل المكنات لانه صار موضوع تجاري هلا؟ هلا اول شيء من ناحيه الشكل، يعني بتعطي القطبه الشغل مرتب، بس ما فيك تعرفي للي ما بيعرف يشتغل ما بيقدر يميز. هلا انا ما رح اقدر اعرف اي شغل مكنات اي شغل ايد. اي نطرتك كادو كثير كبيره من جوسلين اليان بكره هيك بتخبرينا عنها بس توصل لك الوقت المناسب. انا زميلتنا شو فينا لا خليها سربريز. على كل حال هيدي اللي اللعبه اللي بين ايدينا جوسلين، هيدي بلشت بقطبه السنسال وعبيتيها؟ اكيد. ايه يعني كل شغله كله بده يبلش بالسنسال. يعني كيف هلا بتختلف القطبه بتختلف الشكل وبتدخيل الالوان ببعضها. نعم لانه شفنا شابو يعني في مثل برمه هذا بيختلف يعني كل شيء. يعني مثلا انا عامله هيدا السنسال بدي اعمل بدي بلش شابو بسكر تعطي شكل الدويره. هلا صار عندي دويره بقدر اعبيها تقدر كمل الشابو. هيدي حتى الاسوان القش القديمين، اسوان القش القديمين اللي بعدهم بالمناطق اللي عندها زي طابع تراثي بعدهم بحطوا على على جوانب هدول الاسوان هيك حبال كلهم مجدلين بالسناره. رجعوا درجوا هلا عن جديد هلا رجع درج عن جد عم تحكي صار بحطوهم ديكوراسيون حتى بالجنينه مثلا. البو عم بلبس البو حتى الزهور عم بتكون من الكروشيه. شو حلو. اي يعني بتتفنني بالالوان وبطريقه الزهره بتعطي شكل حلو بتحسيها فيها حياه يعني مثل مثل الزهره الطبيعيه. نحن جمعه الجاي الدرس الثاني لازم نكفي هذا الموضوع وتخبرينا شو اللي دارج. بركي بنحكي عن الصواني هذه كثير براتيك كمان تنشغل. حدا بحب من الصبايا يضيف شيء؟ لا انا بحب اتعلم بالاضافه لانه القصص بتخص الطاولات هيك بتعلم حياكه البلوز القصص الصوفيه خصوصا كل شيء الدنيا على موسم الشتاء بهمنا هيك نخلص حالنا بكم شغله تنقول نحن عملنا شيء من انتاج. طبعا طبعا شكرا لك جوسلين كرانا فعلا هيدي مهمه لازم تكفيها حتى بمناطق الاطراف لحتى الستات يعملوا هيك انتاج يتنشطوا ويعملوا شيء ويقدروا يستفيدوا كمان ماديا ويقدروا كانه عم يشتغلوا. شكرا لك.